علشان تعيش الحياة روحيا ينبغي أن تدرك وتفهم سر الصليب. ماذا حدث في الصليب؟ في مسيحيين كتير ما بيشوفوش الصليب من منظور روحي. خلينا نفتح أشعياء 53 عدد واحد يقول: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرك وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، كمسطر عنه وجوهنا ومحتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا. ده مين اللي بيتكلم؟ بالروح القدس. أشعياء النبي يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، ضللنا تهنا، والرب وضع عليه إثم جميعنا. خدوا بالكم، أشعياء النبي بيعطينا صورة مفصلة عن اللي حصل جسديا وروحيا، فيزيكال وسبريتوالي. اللي حصل روحيا في العالم الروحي واللي حصل ماديا في العالم المادي. في ناس لما بيجوا يبصوا على يسوع المسيح وإياه مصلوب، يا حبيبي يا رب، ويبكوا كده وصعبان عليهم. دول جهلة، مش عارفين يعني ايه صليب اصلا، مش عارفين يعني ايه صلب، ولا عارفين يعني ايه فدا، فاكرين ان الرب انسان كده بيشفقوا عليه، يعني زي ما ناس كتير جدا بسبب انهم بينظروا للصليب من منظور جسدي بيرفضوا الصليب وبيرفضوا المسيح وبينكروه، يقول لك لا ده مش ربنا، الخطه الالهيه دي مش عجبانا، سبب انهم فقدوا الحس، اظلمت اذهانهم، وابليس اعمى عيون اذهانهم عشان ما يقبلوش الانجيل، فمش مش مش فاهمين يعني ايه صليب ويعني ايه موت المسيح على الصليب. الكتاب بيقول او اشعياء النبي شاف بالروح اللي هيحصل في العالم الروحي اثناء الصليب. انا عايزك تتخيل كان المسيح قدامك مصلوب، ارجع بالزمن كده كأنك حضرت في عصر المسيح وشفته مصلوب، كنت هتقول ايه؟ ده انسان معذب محتقر ملعون. كتاب قال كده، مرزول من الناس، ها، لا منظر نشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع واختبر الحزن. لكن هو في العالم الروحي كان بيعمل ايه؟ ده في العالم المادي تشوفه كده كأنه انسان، يقول كده الرب وضع عليه ايه؟ اسم جميعنا، كلنا غنم ضللنا. الكتاب يقول الجميع زاغ وفسدوا، يقوم الرب يعمل ايه؟ يضع عليه خطايانا كلها، اسم جميعنا، تأديب سلامنا عليه. عارفين يعني ايه تأديب سلامنا عليه؟ يعني هو اخذ التأديب نيابة عنا.
God, why have you forsaken me? I commit my spirit. في أفسس 4 الرسول بولس يتكلم على فم الروح القدس ويشرح لنا ايه اللي حصل في العالم الروحي وقت الصلب. افسس 4 عدد، هقرا من عدد 7: ولكن لكل واحد ما اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح، لذلك يقول إذا صعد إلى العلاء، بعد ما نزل، اسمعوا ركزوا في الكلام ده، إذا صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما إنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا. نزل أيضا أولا، يعني لما المسيح مات على الصليب أول حاجة عملها إيه؟ ما صعدش، نزل الأول. نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى. تحت الأرض الجحيم موجود فين؟ تحت الأرض. نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد بعد ما حرر الأرواح اللي في السجن، وقامت أجساد القديسين وحصلت القيامة الأولى، وأطلق أسرى الرجاء من سجون الهاوية، وتمم هذه المهمة. فبعد كده صعد من أقسام الأرض السفلى بالروح، صعد إلى السماء وسبى سبيا. الذي نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى عمل إيه؟ صعد. Finished. أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. لما صعد للسماويات نزل الأرواح الشريرة والرياسات من على الكراسي، ويقول كده راح أعطى الناس عطايا، أعطى البعض أن يكونوا رسل، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض معلمين ورعاة، لتكميل القديسين، لبنيان جسد المسيح. يعني بعد ما صعد، بعد ما دمر الأرواح اللي في الجحيم، بدأ يدمر الأرواح اللي في السماويات.
أين تعيش الأرواح الشريرة؟ الكتاب بيتكلم عن الشياطين إنها بيتكلم عن إبليس إنه رئيس سلطان الهوى. بعض الأرواح الشريرة أو بعض الرئاسات الشيطانية تسكن في الهواء. عشان كده الكتاب بيوصف الرئاسة الشيطانية يقول رئيس سلطان الهوى. الروح الذي يعمل في أبناء المعصية. بولس لما اتاخد بالروح لما خرج من الجسد بالروح قال أنا صعدت إلى السماء الثالثة. إذن هناك إيه؟ ثلاث سماوات. السماء الأولى والسماء الثانية تسكنها الرياسات، رتب كبيرة من الشياطين والملائكة الساقطة. فعندما صعد إلى العلاء الرب يقول إيه؟ صعد إلى أعلى السماوات. ليه بيقول صعد فوق السماوات كلها؟ لأن في السماء الأولى وفي السماء الثانية هناك رياسات شيطانية تجلس على الكراسي وتحكم الأمم. فيقوم الرب يجرد الرياسات ويجرد إسرائيل. يعني إيه ينزلهم من على الكراسي؟ خلاص أنتم مالكمش سلطان، ده وقت حكم كنيستي، الحكم بقى لكنيستي، السلطان بقى لكنيستي. عشان كده الرب يقول أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. Glory to Jesus. Glory, glory. هو أخذ السلطان وأخذ مفاتيح الهوية والموت وأعطاها لمين؟ للكنيسة. وقال يا كنيسة على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. Yes, glory. That's right. وأعطى المفاتيح وأعطى السلطة للكنيسة. خلاص ما بقتش الأرواح الشريرة هي اللي بتحكم، المفروض الكنيسة هي اللي بتحكم. كنيسة ليها سلطان. لما انت تربط الارواح الشريرة في السماوات بلدك تتحرر، مدينتك تتحرر، منطقتك تتحرر، شعبك يتحرر. لكن الكنيسة تاهت، ضلت. ولما اقصد الكنيسة اللي تاهت وضلت، الكنيسة التي لا تخرج الشياطين من الناس ولا تشفي المرضى ولا تعظ الناس بالكلمة الحقيقية الحية، هي كنيسة وجودها زي عدمه، جسد ميت بلا روح. الكنيسة التي لا تنقاد بروح الله هي كنيسة ميتة. كما ان الجسد بلا روح ميت، هكذا جسد الكنيسة. الكنيسة هي المفروض جسد المسيح. لما تخيل جسد بلا مسيح فميت، جسد بلا روح ميت، جسد بلا الروح القدس ميت. المفروض احنا ككنيسة نمتلئ من الروح القدس والروح القدس يصنع العجائب في وسطنا. هي دي الكنيسة، كنيسة ممتلئة من روح الاله الحي. الرب جرد الرياسات، صعد الى السماوات، الى اعلى السماوات، الى فوق السماوات، وسبى سبيا واعطى الناس عطايا. عارفين يعني ايه اعطى الهدايا؟ ان لما الرب يقيم نبي او رسول او مبشر في مدينة، دي هدية من السماء لشعبه. عشان كده يقول اعطى، دي هدية. اعطى البعض ان يكون رسل. والرسول والنبي والمبشر هو الرب اللي ائتمنوا على هذه السلطة وقال له احكم. اؤمن ان من وسطينا كده ربي يقيم رسل وانبياء ومبشرين ومعلمين ورعاة. أؤمن. لما تيجي للرب تقبل عمل الرب الكفاري، تقبل الفداء، تقبل الدم، تقبل موت وقيامة يسوع المسيح تخلص. عشان كده انت مش محتاج تعمل اعمال، هو عمل الاعمال كلها. لكن عندما تولد من فوق، عندما تقبل الروح القدس، الروح القدس يصنع من خلالك اعمال عظيمة. تبدأ هنا تعمل اعمال حسنة. كتاب يقول كده، اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه الصليب. شايف المصطلحات؟ ظافرا، كأن الرب بطش بيهم كده. نحن نتبع الإله الحي،
لسنا نتبع خرافات مصنعة ولا بنمشي ورا خزعبلات. احنا بنؤمن بالإله الحي الذي يخلص شعبه من خطاياهم والذي يشفى مرضى شعبه. امين. خلينا نقف نصلي. هللويا.